كان انفجار بيروت هجوماً أم خطأً بشرياً؟ السؤال الذي ينتظر العالم إجابته الآن. التفاصيل ما زالت حتى اللحظة غير واضحة، لكن هناك من رجح أن يكون هجوماً، وبنى تحليله على معلومات مسبقة حول تخزين أسلحة ومفرقعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى أن الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت ناتج عن هجوم متعمد وليس عن خطأ صناعي. Seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind, yes. أما رواية لبنان الرسمية فأشارت إلى أن 2700 طن من نترات الأمونيوم تسببت بانفجار المرفأ، وتوعدت الدولة بمحاسبة المسؤولين. ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى، هذا التزام وطني. ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014، أي منذ 6 سنوات. لن أستبق التحقيقات، الوقت الآن هو للتعامل مع الكارثة، لانتشال الشهداء ولمعالجة الجرحى. لكن أعدكم أن هذه الكارثة لن تمر من دون مسؤولية ومسؤولين عنها. مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية حملوا حزب الله المسؤولية عن انفجار بيروت كون أن العمليات في الميناء تخضع بالكامل لسيطرة الحزب. ميليشيا حزب الله لم تكن بريئة من عمليات تخزين نترات الأمونيوم في وقت سابق. دول عدة أعلنت عن ضبطها لعناصر في الحزب وهي تخزن النترات. قبرص في عام 2012 اعتقلت عنصرا من حزب الله اسمه حسين عبد الله بعد اكتشاف أطنان من نترات الأمونيوم في قبو منزله في لارنكا. في أغسطس عام 2015 اعتقل 3 عناصر من حزب الله في الكويت بعد اكتشاف كميات كبيرة من نترات الأمونيوم ومواد متفجرة وأسلحة في منزلهم. في عام 2017 السلطات البوليفية داهمت مخزنا كبيرا تابعا لحزب الله وجدت فيه كميات من المتفجرات تكفي لإنتاج قنبلة بوزن 2 طن. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية قالت إن متطرفين على علاقة بحزب الله خزنوا مواد تدخل في صناعة القنابل في لندن عام 2015 في قضية ظلت مخفية عن العامة.